أهلا بكم. أعلن معهد التراث الوطني في ضاحية قرطاج في تونس العاصمة عن اكتشاف 5 قطع نقدية ذهبية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وهو زمن ازدهار الحضارة القرطاجية في مرحلتها الثالثة. وأوضح المعهد أن القطع النقدية عثر عليها في معبد التوفات الذي يعد مدفنا للأطفال الصغار القرطاجيين الذين كانوا يقدمون قرابين لإله بعل حمون إله المطر والنبات ولتانيت التي اشتهرت بأنها رمز الخصب والنماء والحياة. كما تمكن فريق الأبحاث التاريخية والأثرية من العثور على عدد من النصب النذرية والجرار. يذكر أن معبد توفات يعد من أبرز المعالم البنيقية القرطاجية في الحوض الغربي للبحر المتوسط. وللمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة بورسق السيد حاتم الرياحي، وهو باحث في التراث. مرحبا بك سيد الرياحي معنا. العثور على 5 قطع نقدية ذهبية تعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ما الأهمية العلمية والتاريخية لهذا الاكتشاف؟ شكرا على الدعوة مجددا، مرحبا بالجميع. كما ذكرتم بالنسبة للفترة الأخيرة طبعا تم اكتشاف 5 نقود ذهبية هامة جدا في ضاحية قرطاج. طبعا هذه النقود كما تفضلتم تعود إلى فترة الازدهار، خاصة القرن الثالث قبل الميلاد، وهي فترة طبعا التطور خاصة الاقتصادي والتجاري بالنسبة لقرطاج. طيب ماذا عن آليات الحفر ومدة العمل التي استغرقت حال اكتشاف هذه العملات وغيرها من اللقى الأثرية؟ شكرا. طبعا الأعمال جاءت في إطار مشروع وطني نموذجي من طرف وزارة الشؤون الثقافية منذ سنة 2014 تقريبا 9 سنوات. تم تكليف مجموعة من الخبراء من المعهد الوطني للتراث والجامعة التونسية لإنجاز هذه المهمة، خاصة الحفريات في معبد التوفات، وهو من أهم المعابد طبعا القرطاجية، خاصة أن هذا المعبد هو مخصص لعبادة الآلهة طانيت وكذلك بعل حمون. طبعا هذه المهمة الاستكشافية بدأت منذ 9 سنوات، تقريبا المساحة 25 متر على عرض 5 متر والعمق 5 أمتار، وهناك نية طبعا لتوسيع منطقة الاستكشاف بسبب ترسبات الأتربة والمياه. طبعا هي مهمة نموذجية دامت تقريبا 9 سنوات من 2014 إلى حدود 2023. طيب القطع النقدية الذهبية يعني كانت عليها رسومات، الازدهار هنا يمكن التي وصلت إليه الحقبة القرطاجية، لو تحدثنا عنها قليلا. طبعا كما تفضلت هذه النقود طبعا عددها 5 والقطر تقريبا 2.4 سنتيمتر وتحمل صورة الآلهة تانيت، وهي طبعا تعكس التطور والازدهار الكبير الذي شهدته قرطاج خاصة في البحر الأبيض المتوسط في القرن الثالث قبل الميلاد. قرطاج التي تحولت من مستوطنة فينيقية إلى إمبراطورية تجارية كبرى. طبعا هذا الاكتشاف يعتبر هام جدا، أولا لندرة الاكتشافات خاصة المتعلقة بالنقود خاصة في الفترة القرطاجية، وكذلك هذه النقود تعكس طبعا الازدهار التجاري وكذلك تعكس خصوصية المجتمع والاقتصاد القرطاجي. يعني قيمة الاكتشاف خاصة أنه يبرز مرحلة هامة من المراحل التاريخية لقرطاج في البحر الأبيض المتوسط. طيب ماذا عن اللقى الأثرية التي وجدت مع هذه القطع النقدية، ما ترويه عن هذه الأسلاف، أسلاف هذه اللقى؟
شكرا. طبعا نجح فريق العمل من الخبراء مع معهد الوطني للتراث في اكتشاف عديد اللقاء الاثريه في الحقيقه، الى جانب النقود الهامه. اذا هناك مجموعه من الجرار والنصب النظريه وكذلك مجموعه من الخزف. طبعا كل هذه اللقاء الاثريه طبعا لها دور هام، لانها تعكس مرحله هامه وكذلك تعكس خصوصية هذا المجتمع. وأكيد أن وجود مثل هذه اللقاء طبعا يدل على ثراء هذه الفترة، ويرجح كذلك أن هذه النقود هي طبعا شكل قربان. ربما هذا في السيرات الأولى أنه أحد الأثرياء من قرطاج تبرع طبعا لمعبد التوفات بهذه النقود. طبعا هذه الأثرية لها دور هام طبعا، خاصة في تفسير طبيعة المجتمع وكذلك الازدهار الكبير والنماء التي شهدته قرطاج، سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. طيب، ذكرت منذ قليل بأن معهد التراث الوطني يسعى إلى توسيع مساحة الحفريات، يعني هل تتوقعون العثور على اكتشافات أخرى جديدة في المنطقة قرطاج؟ هذا مؤكد يعني، وهذه في الحقيقة خصوصية لا تهم فقط قرطاج بل تهم كذلك بقية المواقع الأثرية بالبلاد التونسية. طبعا هناك عمل كبير جدا ينتظر الخبراء والمختصين خاصة مع وطني التراث. كما يعلم الكثير أن جزء هام وكبير جدا، مثال مدينة دكة الأثرية، لا تزال 75% من المدينة تحت التراب تحت الأنقاض. يعني نفس الشيء بالنسبة لقرطاج، أكيد أن هناك عديد الاكتشافات سواء المتعلقة باللقاء الأثرية أو ربما النقود أو الخزف أو الفسيفساء. أكيد هناك ربما نية من المعهد لمواصلة العمل الذي دام أكثر من 9 سنوات، وإن شاء الله في السنوات القادمة يتم الكشف عن لقاء جديدة ربما، وعن مخزون حضاري وأثري هام بالنسبة لقرطاج والبلاد التونسية عموما. طيب سيد الرياحي، هذا الاكتشاف ماذا يعني لتونس وللتونسيين؟ طبعا هذا الاكتشاف كما ذكرت، خاصة مسألة النقود الذهبية للفترة البونية وخاصة فترة الازدهار يعني بعد مرحلة التأسيس، طبعا هذا يعني الكثير، لأنه يؤرخ لمرحلة هامة من تاريخ البلاد التونسية وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط عموما. وطبعا كل اكتشاف جديد ربما يفتح الأبواب لتأويلات جديدة، ربما لوجود حقائق جديدة سواء طبيعة المجتمع القرطاجي أو كذلك الخصوصيات الديانة القرطاجية أو الاقتصاد. يعني طبعا كل اكتشاف جديد يمثل مرحلة جديدة، يمثل شيء ثمين بالنسبة خاصة للأجيال القادمة للتعرف على الخصوصيات الحضارية لقرطاج. نعم، شكرا لك سيد حاتم الرياحي، باحث في التراث.